متابعينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير. لكم نشره الاحوال الجويه، يتوقع بمشيئه الله تعالى خلال ساعات هذه الليله ان يحدث انقلابا جذريا على الاجواء، بحيث يتوقع ان يتزايد تاثر المملكه بمنخفض جوي مصنف بانه من الدرجه الثانيه. هذه الليله تعبر المملكه جبهه هوائيه بارده، عبور هذه الجبهه الهوائيه البارده ياتي على مناطق عانت منذ فتره طويله بارتفاع في درجات الحراره، الامر الذي سيزيد من عدم استقراريه الاجواء بشكل لافت، ويتوقع خلال ساعات هذه الليله هطول زخات رعديه من الامطار في بعض المناطق. بعض من هذه الزخات ربما يكون غزيرا بشكل كافي ليؤدي الى جريان الاوديه ويعني تشكل السيول في بعض المناطق والمنطقات الجغرافيه. تشمل فرص الامطار هذه الليله ايضا مدينه العقبه، وتتراجع درجات الحراره بشكل لافت هذه الليله. الاجواء اذا هذه في العاصمه عمان متوقع ان تكون اجواء غالبا مع احتماليه لهطول زخات رعديه من الامطار، ودرجه الحراره الصغرى 10 درجات مئويه. نهار يوم غد الخميس يتوقع ان تتاثر المملكه بشكل تدريجي بتزايد تأثر هذا المملكة بهذا المنخفض الجوي المصنف بأنه الدرجة الثانية، وهي الدرجة الاعتيادية وفق مقياس ومؤشر قياس شدة المنخفضات الجوية. الطقس سيكون غدا باردا بعدما سيحدث انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس متقلب بين غائم جزئي وغائم مع هطول الأمطار بمشيئة الله تعالى في المناطق الشمالية من المملكة. ربما تمتد بعض الزخات إلى المناطق الوسطى بما فيها العاصمة عمان، ولكن الميزة الأساسية للأجواء غدا في العاصمة عمان بأنها غالبا غائمة وباردة بوجه عام. ولكن اعتبارا من ساعات ما بعد العصر يتوقع امتداد الأمطار إلى المناطق الوسطى من المملكة بما فيها العاصمة عمان، ونتوقع استمرارها حتى ساعات متأخرة من ليلة الخميس على الجمعة. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى في الليلة التي تلي القادمة، ونبدأها شمالا من إربد. أتوقع تكون من 13 إلى 9 درجات مئوية، جرش 12-7، عجلون 9 إلى 6 درجات، وفي المفرق من 15 إلى 7، مع أجواء ماطرة في هذه المناطق بمشيئة الله تعالى لنهار يوم غد. المناطق الوسطى تكون أجواء غائمة جزئيا مع احتمالية لبعض الزخات من الأمطار، تكون 12-7 في عمان، 15-9 في الزرقاء، البلقاء 13-8، في مأدبة 13-6، وفي البحر الميت من 21 درجة مئوية في ساعات النهار، وتنخفض الليل إلى 14 درجة مئوية. المناطق الجنوبية أجواء تكون بها رياح نشطة إجمالا وغائمة جزئيا، 10 إلى 4 درجات في الكرك، غائمة جزئيا في الطفيلة مع احتمال ضعيف لزخات من الأمطار خاصة في ساعات الصباح من 11 إلى 5 درجات مئوية، الشراء من 9 إلى 5، في إمعان من 12 إلى 5 مع احتمالية لبعض الأمطار لكن صباحا، أما خلال ساعات النهار هناك رياح نشطة، وفي العقبة ترتفع العظمى إلى 20 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى حوالي تقريبا 12 درجة مئوية، والأجواء غائمة جزئيا. ختاما في المناطق الشرقية من المملكة تكون في أرويشد من 17 إلى 6 درجات مئوية، في الصفاوي 16 إلى 5، وفي الأزرق من 17 إلى 6 مع فرص لبعض الأمطار في ساعات الصباح، تتراجع فرص الأمطار في ساعات النهار في هذه المناطق. قبل الختام هناك تنبيهات هامة بشأن تغيرات الأحوال الجوية. هذه الليلة يتوقع بمشيئة الله تعالى أن ترتفع نسبة الأتربة والرمال في بعض المناطق. الأمر الآخر هو الانتباه من خطر اضطراب البحر في خليج العقبة بسبب نشاط الرياح الجنوبية. وأخيرا الاهتمام والانتباه من احتمالية جريان الأودية والشعاب وربما تشكل السيول في بعض المناطق بسبب بعض الأمطار الرعدية المتوقعة هذه الليلة. دمتم بخير جميعا، إلى اللقاء.